هذا اسمه سوق الصفارين، هذا أقدم سوق بالموصل. أغلب شغل من أشهر؟ شغل من الصفيرة كانوا قبل، وسعتها شوية رغم مرور الزمن، قامت الناس التجاد إلى الفافون، ومن بعد الفافون إلى الستيل والتيفال. هي شغلتنا كانت قبل هاي النحاسين. بس النحاس يبقى؟ النحاس يبقى إلى حد الآن، لا زال النحاس. إيه إلى حد الآن سعتها. هذا عن عمل الحلويات، جماعة السجقات والحلقوم يستخدمون هذا على طول. هاي الدلي ما كنت تعبت من الناقش قد ما تعبت، ف عمره ما اقل من 150 سنه، قديمي حيل قديمي. تعملون صيانه؟ اي صيانه. وهذا السماور؟ وهذا السماور كذلك صيانه، يدته انكسرت عشان نصلح له اياه. اعداد المحلات من يشتغل؟ والله ما شاء الله كانوا كثيرين، يعني هسه اقل والله. هسه احنا صار لنا سنه ونص ما فتحنا تقريبا. اول واحد فتحته انا هون بسوق الفافون. منو بعدك فتح؟ بعدين لي حد قبل اسبوع 10 ايام جوا ثلاث محلات فتحوا جواهم. هم صفارين ومن صنف نفافون وهاي الشغلات. الاسباب اللي ما تخلي الصفارين يرجعون؟ والله الحركه ماكو، يعني هسه طالبناكم مره حكينا على السوره، قلنا بس لو شويه يستعجلون بتاهيل السوره، هاجس الحريه بس شويه يستعجلون بينه. حتى الناس السلع عبوط غجل هوني، وشوية مثل ما يقولون قيد هم طالب من الحكومة شوية عمر لنا الشوارع. ما شاء الله يعني عملونا مدونا الكهرباء وعملونا الماي، ظلت بس شوية الشوارع شوية تسقيفات مساحة باب الطبلة يرجعون نيا، رجعوا بعض الدوائر افتحوا حتى شوية يصير دوست غجل هوني. تمام ولا تمام؟ مراحل العمل مالكم؟ والله احنا مراحل العمل مالنا يعني هي حتى شغلنا كله على الناس اللي يجون يعني. كل شيء نعمل احنا تبل المستحيل. ايه ما عندنا شيء مستحيل، نحن اي شيء نعمل، اسعد اي شيء تريد اعمل وصلح الحمد لله. من قبل مئات السنين هي هاي شغلتنا، شغلة الصفارين وشغلة الصفو والفافون والستيل، هاي شغلتنا والحمد لله والشكر. هذا ما عاد تجينا يعني حد متعزين بيها هاي الشغلة، هاي يجون يسألون عليها تسوتي مع الحلاوي عندك الدلات القديمة نصلحها. اي كنت اصلح دلي، المواد الاوليه منين تجيبها؟ والله المواد الاوليه نشتريها مرات من بغداد، مرات من تركيا يجيبونا مواد اوليه، وهون بالموصل ماكو الا بغداد او بتركيا، نشترينه خام ونفصل ونعمل بالدلي. بالنسبه لبعض الاعمال عندكم تصليح لو تصنيع؟ قسم تصليح قسم تصنيع، يعني ست هذا عندك الدسد هذا اشتغله، هذا اصليته طشط نفس هذا الطشط، هم تقلبوا دسد عملوا للحلاوي يعني باعتبار صناعه هذه. اما تصليح مثل واحد يجيب لنا دسد نسوي له الاسفل مالته، او دلي نعمل البلبولي، او قفاو نعمل له اذا ما بيها قفاو نصنع له قفاو، باعتبار نصنع له قفاو. عندي كثير شغلات يعني كنت صنعتوها واخذوها اصحابها. ليش ما رجع باقي؟ والله هي دوسة رجل ماكو، دوسة رجل هوني ماكو، والجسور شوية تعيق، الجسور تعيق. عندك جسر الحرية على أساس يعملونه والحد الآن يعني ما اشتغلوا بينه، جو فترة وبعدين بطلوا. عندك العتيق، عندك الخوصة من وقع الحد ما حد يعني هسه يباشرون بينه ويعملون بينه. يعني ترجع الحياة هوني إن شاء الله، إذا ترجع الجسور والحرية يرجعوا وترجع ساحة باب الطوب، الحياة إن شاء الله ترجعوني.